السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وحقق بالخير أحلامكم. أسأل الله التوفيق والسداد والإصابة والإجابة على جميع أسئلتكم بالخير والبشرى والفرح. موضوع النهاردة علمتني الأحلام. علمتني الأحلام أن أتقي الله، لأن الأجساد تموت والأرواح تفارق، وغدا حساب ثواب أو عقاب. علمتني الأحلام أن أستمع للجميع عن قرب واهتمام، وأن ألتمس للمتحدث ألف عذر. علمتني الأحلام أن الابتلاء كأس يشربه الجميع، فلا شماتة على أحد ولا عجب من حال أحد، لأنها إرادة الله. علمتني الأحلام ألا أسترزق بتفسير الأحلام. علمتني الأحلام كثيرا من الحكمة والفهم، ولا أقول أني أفسر بحكمتي وفراستي وبصيرتي، ولكن أقول الآن أفسر بما علمتني إياه الأحلام. فشكرا جزيلا لله رب العالمين أن وهبني ووهبكم الرؤى، وأن وهبني خاصة تفسير الأحلام. النهاردة هنستعرض بعض الرؤى على الفيسبوك بدون مقدمات، لأن كتير من الناس بتبعت لي رسائل ان هي وضعت احلام كتيرة لكن لم يتم الرد عليها. احنا بنعتذر. انا قلت لكم ان الاحلام دي اصبحت مسؤوليتي، ان اي انسان يتوجه الي سواء على القناة او على صفحة البرنامج باي سؤال هو اصبح مسؤوليتي انا، وان اصبح ده واجب علي ان انا ارد عليه. لكن لابد تعرفوا ان للواجب اوقات وحدود واستطاعة ان انا اقدر ارد عليها. عندنا الاخت سارة بتقول: حلمت ان في رجل يسأل فيا هل اصلي في صلوات الخمس، وهل تصلي صلاة الاستخارة، واخر سؤال سأله هل تقرأ القرآن الكريم؟ طيب معنا اتصال ونرجع للرؤية على الفيس إن شاء الله. السلام عليكم أم ندى. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيك نورت. اتفضلي. عليكم السلام يا شيخ. اتفضلي يا فندم. السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك الله يخليك، هو جوزي النهارده شاف إن هو واقف جنب فرن تعيش، اللي هو الفرن اللي هو بتاع واحد اسمه عاطف. إيه؟ بتاع الفيس. فرن ايه؟ فرن تعيش بتاع سينو يعني. تمام اتفضل. وقفت مع واحد اسمه عاطف، ده راجل كبير يعني في السوق يعني. تمام. خد عيش ولا حاجة ولا مجرد ان هو جاب رايح يشتري كتير؟ هو اشترى ايه؟ رايح يشتري كتير حضرتك. كتير اشترى ولا ما اشتراش؟ خد الاول قطعة وقال له هو انا عايز بقى من اللي هو لسه يعني طالع طالع، قال له خلاص استنى. كان واحدة خمق جوزي وبعدين خد ستة تاني. خد ايه؟ خد ستة تاني، ست تلات تاني. ست في تلات. تمام ده زي الفل. كتير كبير وحلو يعني. طب هو حاليا بيمر بحالة مادية، دي مادية ولا كويس الأمور كويسة؟ نعم. حاليا بيمر بيئة مادية ولا حاجة؟ اه. طب شوف أنا أقول لك على حاجة، العيش ده بيعبر ساعات عن الرزق وعيشة الإنسان. نعم. طيب عندك رؤية تانية ولا حاجة ولا بتسمعني التلفزيون؟ طيب معلش انا شفت المقطع، اقول حاجة بسيطة بس الله يخليك ما تنساش اللي في عثمان اولا. لا انا كتبتها عينيا ليكي اتفضلي. إيه شفت ان النهارده ان يعني حنيا وحماتي هو برضه بينا مشاكل، ماسكين عجل كده وبيقطعوا فيه وعمالين يقطعوا فيه هما الاثنين. تمام شكرا ليك. خلاص كده؟ في ماسكة زي كارثة وحاجات كده وكده يعني. تمام.
تكونت قمت من الاوقات الصبح وكل الاحلام النهارده وجوزي برضه النهارده. زي الفل، كل سنه وانت طيبه. وانا قمت الصبح بقى من يعني اي ما كده بتعمل ريحه درس حلو قوي، بقول ان جوزي بيرش عليا يعني المعطر. جوزك بيرش عليك معطر؟ نعم. جوزك بيرش عليك معطر؟ اه معطر ريحته جميله، وقمت انا عماله كلمه فعلا. زي الفل. اسمعني التلفزيون بقى. شكرا لك. العيش ان كان بيعبر عن عيشة الانسان وساعات بيعبر عن رزقه، لكن الفطور هو احيانا بيتعمل بالنفس عجينة العيش، يعني نفس الغلال، لكن الفطورة بتعبر ان كان العيش بيعبر عن رزق، فالفطور بيعبر عن الرزق المتسع، لان هي زي ما بتقول بيوسعوها في الفرد بتاعها ويدوها اناقة بيديها سكر زيادة، فالفطور نوع من انواع الخبز الراقي، فبتعبر على رزق ان كان هو في حاله ماديه، يعني دايما الحاجات دي بتيجي للانسان بيشتكي ماديا، فتقول له ان ربنا هيوسع عليك كتير، ان جاي لك رزق ان شاء الله متسع وهيوسع عليك ربنا بالذات، سواء كان العيش الكبير، يعني لو واحد شاف عيش كبير، او انه شاف اللي هو الفطور والله اعلم، فهي مبشره بالرزق ان شاء الله واتساع الامور او الحاله الماديه. هنا كون ان شافت الرؤية الاخرى ان حماتها بتقطع عجل، احنا دايما قلنا الحيوانات او ساعات بتعبر عن السنين والقحط والنماء والكلام من ده، وساعات بتخش في فكرة الشخصيات، زي مثلا ربما العجل يعبر عن الابن او الاب او رجل اخر، كون ان هي بتضحي معناها ان هم يعني بيقطعوا بيتكلموا عليه كلام، بيزودوا عليه في الكلام، بيتقلوا عليه في الطلبات، حاجه زي كده، فكانهم بيتقلوا على شخصيه عندهم، سواء ابنها او جوزها او زوجها او زوج او احد من الاسره، يعني مش عايزين نحدد بالظبط عشان ما نتهمش، ما يحصلش خلافات او مشاكل او كده، لكن هي فكره لو واحد شاف مثلا ان هو بيقطع عجل، اما يكون بيعبر عن رزقه جاي ليه، واما يكون ان هو بينم في شخصيه ثانيه. الحلم الثالث بتقول جوزي بيرش عليا عطر، ودي حلم رؤية جميلة جدا ومشكري، ومفروض انها تشكر الزوج على الرؤية، لان العطر هو الكلام الحسن، ولو الانسان بيرش رائح ناتنة بيقول كلام سيء على الشخص، فكأن الرؤية بتقول ان هو دايما بيجملها قدام الناس او في حكاياته، ان هو بيتكلم عنها كلام حسن كتير والله اعلم. السلام عليكم استاذ فوزي. السلام عليكم استاذة فايزة، اسف معلش. السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ، اهلا بيك اتفضلي. والله الحمد لله. طب ممكن يعني ممكن اقول حلم؟ ممكن يا فندم، حلم واثنين وثلاثه كمان. ماشي. انا حلمت ان انا قاعده وعلى طفلي وعلى حجر طفل، وان انا يعني قعدت في صدري كده وبرضعه. بتعملي ايه؟ انا مش عارفه اسم الطفل ايه. بتعملي ايه وبترضعيه؟ قولي الحته الاخيره دي. يعني ماسكة صدري وبرضعه، ماسكة صدري عشان لسه يعني لسه طفل يعني ولسه ورده يعني وبرضعه. طبعا انت حالتك الاجتماعية ايه؟ الاجتماعية مش المادية، يعني متجوزة ولا بنت ولا منفصلة؟ لا متجوزة. متجوزة، طبعا مفيش في الواقع اطفال لسه، او مش مخلفة الايام دي. لا لسه. طب انا هقول لك على حاجة، الرؤية دي يعني ساعات احنا بنلونها علشان نخليها جزء من البشره، ان ممكن ربنا يكرمك بطفل، لكن انا بشوف دايما واقعيه، يعني عن تجربه ودراسه كثيره مع حالات كثيره من الاحلام، ان الطفل بيعبر عن امر يهم الشخصيه، هي شايله همه، يعني مثلا لو واحده ما اتجوزتش هي شايله هم الجواز، لو حلمت ان هي بتربع طفل، لو اتجوزت تبقى شايله هم الخلفه، لو مخلفه تبقى شايله هم الامور وكلام من ده، فالطفل بيبقى يعبر عن هموم الانسان او عن امر بيسبب له احزان او هموم كتيره، فكانك انت بتهتم بامر لكن الامر ده بسبب عدم تحقيقه بيسبب لك بعض الهموم والاحزان مش اكتر. شكرا لك. ممكن اقول حلم كمان؟ ممكن يا فندم. انا خدمت يعني في مكان محطوط عليه قفل، وفتحت القفل ودخلت من الباب ده، فتحت القفل كمان. تمام. لقيت قفل تمام وفتحت بنفس المفتاح. زي الفل. اهي دي حلوه. يعني قفلين، قفل كبير وقفل صغير. تمام. يا ترى اخدت ايه من المكان ولا ما اخدتش حاجه؟ لا ما اخدتش حاجه. من امتى الرؤيه دي؟ يعني بعد الفجر. هو الرؤيه دي تعبر ان امرين
يعني انت منتظرها مغلقين عليكي. شكرا ليكي، اسيبك لانقطاع الاتصال. هي الرؤيه دي مبشره بتعبر ان امرين مغلقين عليكي ينفتحوا. فان كنت بتفكري في الخلف اهدي رؤيه تعبر ان شاء الله ان ربنا يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. وفي كلا الحالات هم امرين ينفتحوا، ربما مثلا مشاكل مرضيه وبسببها ينفتح الزواج، فربما تقول ان انت حطيتي مثلا وبعد كده بسبب التحسن الصحي يكون الحمل والله اعلم، او امرين انت منتظراهم يتفتحوا ان شاء الله رب العالمين. شكرا ليكي. نرجع ناخد بعض الاحلام على احنا قلنا اللي هو قال لها هل صليت الصلوات الخمس، هل صليت الاستخارة، وبعد كده سألها سؤال اخير بيقول لها هل تقرأ القرآن، وبعد كده قال لها اقري سورة الكافرون. فقالتها فقال لي انت بريئة كده، وكان هناك شخص يسجل في اقواله. هنا رؤية لو انها الانسان مثلا رؤية الحلم عاوز يصحيه شوية في الدين او يحط له قواعد، الرؤية دي بتحط قواعد للانسان. يعني هو بيقول لها لو انت صليت الفجر، لو انت دايما بتستخير الله، طبعا مش الاستخارة انك تصلي ركعتين وبس، انك انت دايما ترجع كل شيء الى الله. الاستخارة دايما تسأل ربنا اعمل ايه، دايما تصلي اللي هو الصلاة بتاعت الاستخارة، دايما تحط ربنا معك في كل شيء، تشاركه في كل امر. يعني الاستخارة في استخارة مفتوحة انك كل شيء تشارك ربنا، تسأل ربنا. حتى لو راح تشتري هدوم، راح تشتري اي شيء وانت داخل المحل او انت داخل السوق، تقول يا رب وفقني في لبس كويس حسن يجملني وترضاه. تمام. طيب ناخد الاستاذ امل ونرجع للرؤية ان شاء الله. السلام عليكم استاذ امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش احنا عارفين الانقطاع. فهنا الاستخارة دايما تكون يعني زي ما بيقول الشيخ الشعراوي، خليك دايما مع الله. وطبعا كون انك انت تكون دايما مع الله ده شيء مش وحش، ده هيحقق لك الامان والصلاح والتوفيق والنجاح وكل شيء حلو. قول براحتك. واحنا عندنا في الاحاديث ما يدل ان الانسان لما يكون مع الله دايما مستشير لله دايما بيكون ربنا هو ايده اللي بيبطش بيها، وهو عينه اللي بيبصر بيها، هو قلبه اللي بيستشعر بيه، هو لسانه اللي بينطق بيه. فيكون الانسان عبد رباني صالح موفق دائما. فانا بقى بتقول لها لو انك انت استخرت الله، ولو انت قال لها هل قرأت القرآن، لو انت دايما بتقرأ القرآن وقرأت القرآن، مش ان انا امسك المصحف واقعد اقرا كده على طول علشان خاطر ان انا ابقى قريت القرآن، لكن القراءة الحقيقية لازم تقرا بلسانك وعقلك وقلبك. لسانك يتكلم، عقلك يفهم ويتدبر القرآن، قلبك يؤمن به ويستشعر به ويثق فيه ويتدبر فيه. أيوة. السلام عليكم استاذة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عندي حلمين ممكن تفسرهم لي؟ ممكن يا فندم اتفضلي. اول حلم الحقيقة انا شفت نفسي في عيادة وكان جنبي ناس كتير، وكان ايه؟ باب لونه بني واقف عليه راجل. شكرا. والراجل ده قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم جوه وهيقابلنا كلنا. تمام. وبعدين احنا عارفين ان الرسول جوه تعبان. الرسول تعبان؟ الرسول جوه تعبان بس هيقابلنا. تمام. فكل الناس دخلت ما عدا انا في جرد. ففضلت مستنية علشان ادخل، فلقيت يعني الوقت طول كتير، فقلت همشي. فمشيت لسه عباد امشي كده، لقيت راجل خارج من جوه بيقول لي الرسول بيقول لك ان هو بيحبك بس مش هيقدر ان هو يقابلك. تمام. بس كده. حالتك الدنيا ايه؟ حالتك الدينية بتصلي ولا بتفطر؟ انا حقيقة تعالي كده شوية. حالتك الدينية ايه؟ بتصلي يعني ملتزمة كده في حياتك؟ لا الحياة متقطعة. طب هي الفكرة يعني طيب الاول عندك رؤية تانية ولا حاجة؟ عندي ايه؟ عندك رؤية تانية هتقوليها ولا كده كمان؟ عندي واحدة تانية. طب اتفضلي. حالتك ان انا حامل انا لسه يعني لسه ما اتجوزتش او خطبت. تمام. وبعدين معايا طفلة صغيرة. كان في راجل
ان هو بيأذي الناس يعني بيضرب في البنات وبيقتل الرجال. فوقف فحاول ان هو يضربني وعايز يقتلني. فانا زقيته بعيد فقلت له امشي بعيد عني. فقال الكلاب بتوعه كلاب سودا كده قال لهم تعالوا ايه يجموا عليها. فالكلاب فضلت تمشي حواليها كانها مش شايفاني. وعايزين يشوفوا ويروحوا ويجوا بس الكلاب مش شايفاني فانا مستغرب. فلقيت راجل انا عارفاه قال لي قلت له خد بنتي ماشيها بعيد يعني عشان اساسا هو يحميها ويبعدها بعيد. فلقيت فلما لقيت الراجل مشى بعيد فهربت. فشفت نفسي في مستشفى لينا لابسه عليا لونها ابيض والدكتور بيقول ان انا ما عدتش هصحى تاني. انك انت ايه؟ لقيت لابسه عليا بيضا ونام على السرير والدكتور بيقول لاهلي تمام. طيب مثلا شكرا ليك شكرا للاتصال. تفضل. اولا الرسول احنا قلنا كتير والقرآن ولو انسان شاف ربه في المنام سواء باي حالة ولكن قالوا له ده ربه في كتير من الاوقات لو جات مرؤية لان مرؤية واقع لو جات مرؤية تحذيرية في الدين تقول له ايه عدل اعرف ان لو ما تعدلش بعد منها يجي له عقاب على طول مباشر لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرؤية جزء من الرسالة لم يبقى من الوحي. الرسول بيقول كده الا المبشرات قال وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يعني الرؤية وحي الوحي رسالة. ان جات قالت لك اعدل هو كده بعت لك الانذار اهو الرسول بعد كده مفيش غير العذاب. لازم تعدل لازم تهتم لازم تحط امورك وعملك على الجادة الصحيحة. وللأسف احنا كلنا حتى من غير احلام جات لنا رسالة ولكن الاحلام بتبقى بتحط لك خلاص خط احمر لما كنتش تعدل تأكد ان حصل لك عقاب سواء في الدنيا او في الاخرة. فهنا الرؤية تحذيرية عليك ان تنتظم اكتر. وكذلك برضو نفس الحكاية كون انها حامل ومعها بنت وبعد كده لقت قاتل ومعاه كلابه. خلي بالكوا اللي معاه كلابه اللي هو كلابه كتيرة مساعدين ليه بيعبر عن الشيطان وزبانيته من الشياطين. لان الشياطين لما يكون مثلا يوسوس الانسان الشيطان يستطيع ان يستعين بسبعين شيطان وسبحان الله يعينوه. يعني يستطيع الشيطان لما يكون مثلا عاوز يفسد واحد ينادي على مليون شيطان يجوله يساعدوه اللي هو عاوز يجيله اي مدد يجيله. تصوروا الشياطين لما تكون بتمد بعض على الشر واحنا اصبحنا في عالم في بشر ما بتمدش بعض على الخير ما بتستعدش يعني ما بتتحدش على الخير. مسلمين مسلمين لكن هل احنا نفذنا الرسالة اللي بتقول ان احنا نكون جمع واحد جسد واحد فكر واحد ان نحب الخير لينا كلنا ان يساعد كلنا ولا كل واحد يساعد نفسه واولاده وان كان طائفي يساعد طائفته بس وحزبه بس غير كده ما يدلوش غير كده ما ينتخبوش غير كده ما يساعدوش. اصبحنا مفتتين. مسلمين مسلمين. فتصور ان لما يكون اهل الشر سواء من الشياطين او من غيرهم متحدين. ليه المسلمين مش متحدين؟ ليه وانت دين واحد ورب واحد انت ما عندكش الهين زي الاديان الاخرى او ثلاثة اللي قالوا عزير ابن الله واللي قالوا المسيح ابن الله. ما عندكش الهين ثلاثة عشان تختلف حتى يبقى عندك منهجين. فعندك منهج واحد رسول واحد ورب واحد وقرآن واحد وسنة واحدة الاحاديث والعلماء الاوائل كلهم كانوا واحد ما فهمش اثنين مختلفين. ايه اللي حصل للامة النهاردة ان اصبحت متفرقة؟ لابد ان نعلم ان كان هذا الدين ولد وبعد كده تربى في نهج الصحابة والتابعين دينا واحدا فان تفرقنا اليوم فنحن الى الان ليس على هذا الدين. نحن الى الان ليس على هذا الدين حتى نكون موحدين. وانا بقول دايما دورت في كل الكتب وقريت كل اللي ممكن الانسان يقراه
في الوقت اللي ربنا سمح لي بيه لقيت ان كل الامر هو التوحيد. والتوحيد مش معنى انك تقول لا اله الا الله. التوحيد انك توحد الله في السماء وتوحد المسلمين في الارض. ان تمتلك عقل وفكر وقلب يوقن ان الله واحد في سمائه وان كل عبادي هم واحد. لابد ان تنظر للمسلمين انهم واحد. ولو نظرت للمسلمين انهم واحد اعطيتهم كل واجبات حزبيتك ومنهجك ودعوتك وفرقتك. وان اعطيت كل الناس نفس الواجب اللي عليك عند ابنائك وفرقتك وحزبك ومنهجك اللي انت تتصور ان هو صحيح انت كده واحد. اما انت فرقنا كل انسان خد منهج معين كل انسان قال ان انا معايا الحق زي ما بيقولوا. انا زمان كنت بصف بقول ان الحق حينما كتب لو كتبنا كلمة حق في ورقة كبيرة كده لو كتبنا كلمة حق في ورقة كبيرة. جت بعد كده بعد التابعين العلماء والناس اللي هم جعلوا نفسهم اصفياء يتشادوا شددوا في كلمة الحق كل واحد اتمسك في حتة وشدوا في اتمزقت كلمة الحق في الفرق. فكل جماعة خدوا حتة حرف كده ولذلك هو بيبني على الحرف منهج تاني خاطئ. ويقول لك بص انا معايا الحته الاصل الاثر اهو بص الحرف ده هو اللي كان في الحق. لكن المسلم الحقيقي لازم يجمع كل الحروف. ولذلك كل الفرق اللي موجوده دي معها جزء من الحق لكن مش كل الحق. حتى تكون مسلم واحد على حق لابد انك تاخد الصواب عند ده والصواب عند ده والصواب عند ده والصواب عند ده وتأتلف وتنظر للمسلمين كلهم نظره توحديه هنالك تكون موحدا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك انا اسف. ازي حضرتك يا شيخ؟ اسف التاخير. اهلا بيك الله يخليك. اتفضلي يا فندم. يا شيخ لو سمحت انا شفت اللهم اجعله خير لقيت نفسي فوق مبنى عالي. نعم؟ لقيت نفسي فوق مبنى عالي. تمام. وفوق المبنى فيه حافه زي حافه البلكونه بس من غير سور. تمام. البلكونه صغيره خالص كده وانا واقفه يا دوب على حافتها. تمام اتفضلي. وببص لقيت نفسي تحتيه في بحر وماسكه فوطه زي فوطه الوش وبحدفها على البحر اللي تحتيه ده بس الحافه طبعا صغيره فانا وانا بحدفها خفت لقى فجاه صحيت ورحت راجع لورا فالحمد لله ما وقعتش يعني. صحيت من النوم حقيقي؟ اه. تمام. حلمي بعد حضرتك تاني صغير برضه. يا ريتك كنت حدفت الفوطه. نعم؟ بقول لك يا ريتك كنت حدفت الفوطه. وانا لا ما انا ما اعرفش بقى وقعت مني ولا لا بس هي انا بحذفها لا بس ما شفتهاش ان انا خدتها بعد كده ولا لازم لا. انك انت تتاكد منها كمان. ماشي كملي قولوا بقى. ايوه حضرتك ولقيت بعد كده انا في منطقتي منطقه قديمه بس انا غيرت طبعا المنطقه لكن انا لقيت نفسي في المنطقه القديمه بتاعتي. دي نفس الرؤيه ولا واحده ثانيه؟ لا واحده ثانيه صغيره برضه. تمام. بس حضرتك لقيت نفسي في المأذى في دورة مياه قديمة قوي صغيرة خالص. تمام. فقعد موجودة جواها وقعدة يعني بقضي الحاجة فلقيت نفسي من كتر مياه صغيرة دورة المياه حواليها حوالين القعدة في رمل. تمام. ولقيت طبق في المأذى فلفل ملون الفلفل اللي هو المتخلل ده. تمام. في قلب الطبق. وحسيت زي ما يكون حد ورا ظهري والباب مقفول بيبص عليا من خرم الباب. تمام. بس دي شخص انا عارفاها يعني في عيلتي. شخص ايه؟ ست انا عارفاها في عيلتي بتبص عليا من خرم الباب. بينك وبينها منابذات ولا حاجه؟ ولا لا؟ لا انا ما بسترحلهاش نفسيا. تمام. بس فالرؤيه الصغيره حضرتك لقيت واحده قريبتي متوفيه. ثانيه دي برضو؟ دي الثالثه الصغيره وخلاص. عينيا ليكي يا لقيت نفسي الست المتوفيه دي قريبتي جايه لي وجايبه لي شنطه فيها عيش اسمر. وجوه العيش الاسمر فيه علبه زي علبه حلويات جوه الشنطه هي جبالك ايه؟ كهاني. تمام. بس شكرا لك. جبالك ايه بتقولي؟ نعم؟ جبالك عيش اسمر وحلويات؟ علبه كهاني زي بتاعت الحلويات جوه الشنطه. انا عايز اسالك سؤال بقى. نعم. الاحلام دي ترتيبها ايه؟ يعني ايه اللي من امبارح او من يومين ايه اللي من لا هو كلهم تقريبا في ورا بعض في يعني الشهر واحد. طب اخر حلم فيهم انه اللي انت شايفاه جديد يعني؟ او اخر حلم اللي هو ده بتاع البحر بتاع المبنى العالي. ايوه هو بتاع الفوطه. طب والتاني اللي قبل منه؟ لا ده قبليه برضه باسبوع. اللي هو اللي ايه اللي هو بتاع اللي هو بتاع اللي هي ده اول حاجه خالص؟
اللي هي بتاع الحمام. وبعد كده الست اللي هي بتبص عليك خالص بقى الست اللي هي تمام يعني ده 3 و2 وده 1. نعم خلاص تمام شكرا لحضرتك. اشكرك يا فندم. اسمعني من التلفزيون. احنا طبعا هنبدا باول واحد. كل انسان لقى نفسه دوره مياه والمكان ضيق يبقى في ازمه، لان المكان دوره المياه هي دوره اوضه العمليات هي ازمات. كان الانسان ما بيخشهاش غير عند ازمه شديده. تمام؟ كون بقى ان هي لقت برضه فلفل ومش عارف ايه وكلام من ده يبقى الازمه دي كلاميه وكلام مثلا بيزعلها وكده والحاجات دي. كون ان لقت شخص بتبص عليه من الباب يبقى شخص بيتتبع الشخص ده او حد شبيهه. لازم نحط تحت الكلمة دي عشان الخط، ان الشخص قد يكون هو هو او حد شبيه ليه في اخلاقه وطباعه وكده، فيبقى الرؤية بتضرب مثل بشخص الاخر. تمام؟ كله بيبص عليك يبقى بيتجسس على حالك، ومش بيتجسس على حالك ككل كويسة ولا وحشة، لا بيتجسس على بيئتك زي الانسان اللي بيتتبع عورات الناس للأسف الشديد. فهي الرؤية هنا بتحكي ازمة، والازمة دي هي ازمة كلامية وكده. تمام؟ بعد كده جات الرؤية اللي بعد منها ان واحدة جابت لك عيش. طبعا العيش هو حياة، وان كانت جابت لك حاجة تانية جنب منها بيعبر برضو نفس الفكرة ان الامور بتتحسن وتكون للافضل. يعني الرؤية دي بتعبر عن تحسن مادي او تحسن حياة. فالرؤية دي بعد دي، يعني الخروج من دي الى دي. الرؤية الاخيرة دي ان انت في مبنى عالي فوق مبنى. عارفين الفوطة احنا بنعمل بيها ايه في الواقع؟ احنا بننشف بيها المية اللي عندنا او بنمسح بيها اوساخنا فضلاتنا. فبتعبر دايما عن مشاكل الانسان وهمومه، الحقدة مشاكل الانسان وهمومه. كل ان هو جابك في مبنى عالي عاوز يقولك ان انت اساسا في مكان عالي ومخك عالي وحياتك كويسة، يعني عاوز يقولك انت شخصية كويسة. فوصفك انك انت في مبنى عالي. كل ان انت واقفة جنب بحر، انت عارفين البحر متاهة ويدوب اي شيء ويبلع اي شيء يروح فيه، فكان عاوز يقول لك انت في مبنى كان عالي ارمي الهموم دي بقى وانسيها. ولذلك كان عليك انك ترمي الفوطة. فهو زي ما واحد بينصحك ويقول لك والله انت شخصيه كويسه، سيبك من الكلام التعبان ده. فان كان بيجي لك بعض الافكار مثلا او الكلام او المنابذات، عليك انك تتلاشيها خالص علشان تحافظي على وضعك. فكان الرؤيه الاخيره دي بتجاوب عن الرؤيه الاولانيه خالص، والرؤيه اللي في النص مبشره بحياه كويسه ان شاء الله وسعيده، والله اعلم. الاخت اللي هي قلنا اول رؤية ليها، وبعد كده حلمت. احنا قلنا ان الرسول نفس الفكرة بيعبر عن دينونة الانسان، وقلنا هنا بقى الحل يعبر عن هموم. والرجل القاتل اللي معاك لابو ده هو الشيطان بزبانيته. تمام؟ فان الانسان مثلا لو في الرؤية كنت تعرضت للقتل او للعرض للأسف الشديد يأثر عليك الشيطان في حياتك. لكن يعني هنا الرؤية يعني عايزة تحط لك توضيح ان انت متسلط عليك بعض الشياطين ومعاهم مساعدين. فعليك طبعا احنا كلنا كده عشان تبقى عارفة، يعني مش هقول لواحد متسلط عليك شيء فيفكر نفسه ممسوس او محسود او مسحور الشياطين حوالين منه ويبص حواليه شمال ويمين، ده كلام فاضي. ولكن كل الناس تحط بها الشياطين، تحيط بها الشياطين، كل الناس. حتى الانبياء كانت بتحيط باللي حوالين منهم الشياطين. واحنا عندنا ان الشيطان اتمثل في صوره راجل وراح في دار الندوه وقال لهم خذوا من كل رجل قبيله، واللي مثلوا عليها الفيلم دي وحافظينها كلها. فالشياطين كده كده اعداء لكل البشر، الصالحين منهم والفاسدين. يعني الشياطين بطبيعتهم اعداء لكل البشر. كلنا ليل نهار والعياذ بالله توسوس الينا الشياطين. الفالح اللي بدا ينقي فكره واغلق ابواب الشيطان في فكره وما استجابش لوسوسه الشيطان، ده الانسان الصالح. اما الفاسد او الجاهل للاسف الشديد بيغمر الشيطان بالوساوس بيستمر فيها. ايوه السلام عليكم. استاذه اسماء السلام عليكم. معانا يا فندم؟ ايوه السلام عليكم. اهلا بيك، بس الصوت واطي قوي. طيب معلش احنا اسفين الاتصال اتقطع، يا ريت
يا ريت تحاول ان شاء الله انك انت تراجع الاتصال تاني. بالنسبة لحكاية الشياطين والبني ادمين، خلينا نتكلم شوية عن الفكر دي. الرسول بيقول، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، اسف، بيقول يعني خطبة كبيرة من كلمة، جزء منها بيقول: يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على بطلهم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا يغار عليكم ولا تغيرون، تغزون ولا تغزون، ويعصى الله فيكم وتربون، يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا عقول ربات الحجاب. ده جزء بعديه في خطبة وقبليه في خطبة. لكن الفكرة اللي عاوز أقولها إن حال المسلمين بقى شبيه بكده. يعني إحنا لو بصينا حال المسلمين في الدول العربية، وبصينا حال الناس الأوروبيين أو الغربيين، هنلاقي مقارنة شديدة. بقينا في مقارنة شديدة، سيبك من اختلاف الثورات وسيبك من اختلاف الأحزاب، لكن تعال نقارن الكل بالكل، حال المسلمين ككل وحال الناس التانية ككل. أصبحوا لا بيقولوا بالبلد الطب، احنا تحت. طبعا لازم نقول ان العقيدة هي الاصل، عقيدة الانسان هي اصل اعماله. فايه العقيدة القوية اللي وصلت الناس دي توصل للعلو ده كله؟ وايه العقيدة بتاعتنا اللي وصلتنا لكده؟ هل فعلا هي عقيدة الاسلام اللي ارتضاه ربنا للعالمين واللي اتى بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي وصلت الناس لكده؟ أم إن الناس تركوها فوصلوا لكده؟ وهل فعلا هي عقيدة الناس الأخرى هي وصلتهم لكده؟ أم الناس نموها فوصلوا لكده؟ عجيب جدا الإنسان. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايزك بس توقف التلفزيون لأن الصوت هنا عالي أوي. أيوة بس. وقف التلفزيون اسمعني من التليفون. لا آسف، وقفت التلفزيون. أنا آسف، أنا معاك، اتفضل. طيب. الأحلام يعني لحد الوقت حلمت أنني بقى عم شنطة وصالح مسافر. تمام. ومسافر. تمام. فالحلمة دي هي جت لك يوم وتقول لي عليا، راح جالي ثاني يوم. جات لك نفس الفكرة. عند حضرتك كم سنة؟ الفكرة. 60 سنة. 60 سنة. طيب مالك؟ وبنتي بقى حلمت انها كان حية في بيت وفي ذخورة، في ذخورة وطالعة مية، طالعة مية خضراء. تمام. وشقة وبيت ما فيش فيه أذان خالص. أذان خالص. بتقول لها سيب المية، قالت لها لا سيب المية الخضرا تغرق الإيه؟ المية تغرق، تغرق الشقة. الشقة. وبيتها هي اللي ما فيهوش أذان ولا بيت تاني؟ لا والله، إحنا شارين بيت فاضي. إحنا شارين فيه، إحنا شارين بيت فاضي تاني بس ما فيش فيه أذان ولا فيه حاجة. يعني طيب. البيت اللي هي شافته ما فيهوش عزال، هو بيت اللي هي دي اللي ما فيش فيها عزال، هو اللي انتوا ما فيهوش عزال فعلا؟ لا، اللي هي قاعده فيه. لا، ولا اللي قاعده فيه؟ لا، ما فيش حد قاعد فيه. يعني هو في الواقع كده وفي المنازل كده. طب النافذه الخضراء شافتها فين؟ تمام، كمل الرؤيه. شافتها على السطح، فوق قلب السطح، قلب السطح. تمام. على السطح كده وزفورة خضرة، وتقول لي اقفليها، قالت لها لا سيبها تغرق الماء الخضرة، تغرق الشقة. النافورة الخضرة دي في البيت اللي ما فيهوش عزال؟ اللي ما فيش فيها عزال. تمام. لا ما فيش فيها عزال. طيب شكرا ليك، اسمعني من التلفزيون. هتجيب الاتصال الثاني ده؟ هاتوا هاتوا هاتوا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. انا احنا خلاص الوقت انتهى، بس ان شاء الله ناخدك ونسمعك. اتفضلي. معلش والله، انا النهارده كنت صليت يعني صليت صلاة القيام كده ونمت، لا يعني بين الصحة والنايمة كده. تمام. ماشي. فالمهم حلمت ان انا وحدي، انا بشتري عسل. بتشتري ايه؟ معرفش، هو عسل اسمر، هو عسل اسمر. فالمهم ما خدتوش يعني.
ما كنتوش؟ ما خدتوش. ما خدتوش. وكان معايا 50 جنيه من جنيه. تمام. ماشي. تمام. تمشيت في السكه انا جيت فيها مزرعه فيها قصب وقاعد اقول بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يعني الشيخ. تمام. فالمهم وانا ماشي نفسي اشوف النبي عليه الصلاه والسلام في الحلم ده بدور عليه نفسي اشوف لقيت دخان ابيض كده. وانا كده. فقلت الحرام عنده يمكن اشوف. فمشيت صرت كده يعني طايره في الجو كده وبعدي يعني يعني فوق النخل وفوق الدور وطايره في الهواء جامد كده. تمام. رحت يعني عديت على بطابط كده عليها واحد لابسه يعني عليها لوب كده ولابس ابيض ابيض فبعدين قاعد بقول بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله انت النبي انت النبي فبعدين يعني ما جنبيش لا ولا اي. ماشي يا شيخ. فالمهم لما رد عليا قال لي يعني هو قال لي على اسمه عز الدين حاجه شكل كده. ايوه هو عز الدين صح. فذكر مين؟ ذكر عيسي وموسى. تمام. يعني ولما كان يعني هو كان يعني ما هو كان يعني انا هو كان شخص كده حاجه كده شكل السقفه وفي الهواء قلب واحد يعني. تمام تمام زي الفل. فالمهم انا مشيت من عنده ثاني لما هو قال هو قال يعني على اسم يعني عيسى وموسى فمشيت بس ونفسي اشوف النبي نفسي اشوفه جامد يعني وكان جزء معايا صار معايا في الجو كده. شكرا ليكي. معلش انا اللي قلت له مقطع عليك التليفون لان احنا فاضل لنا دقيقتين فنلحق نفسر لك الرؤيه قبل ما تنتهي ونفسر للراجل. انا اسف. هنا كون الانسان او الرؤيه دي مهمه جدا ويمكن اهم رؤيه في الحلقه كلها ان انت ووالدتك شفت انك انت بتحضر الشنطه ومسافر ودي اذن وتذكير جامد قوي بالرحيل. احنا كلنا مرحلين كلنا مسافرين. انت كده فهمت الرؤيه انت فاهمها. فهو بعمل كلام ان الانسان بقى يهتم الايام دي جدا بما هو ليه وما هو عليه. بيهتم الايام دي جدا بلقاء الله. احنا كلنا كده حتى لو ما شفناش الاحلام دي. لكن عليك انك تهتم جدا 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 بما هو لك وما هو عليه. اللي هو ليك تعمله واللي هو عليك تقضيه. وفي نفس الوقت تحاول انك انت تكون في عباده مستمره والله اعلم. هنا يكون بقى ان هي شافت نافوره خضراء في البيت اللي ما فيهوش عزال. الرؤيه دي بتعبر ان البيت ده عتبته كويسه جدا. تمام كده انتهت الرؤيتين بتوع حضرتك. شكرا ليك. انا اللي بتقول ان انا لسه اشوف النبي كون ان هي شافت مكان فيه نور وشافت انسان شكله منور بيقول لها انا عز الدين. هو النبي هو عز الدين. تمام. فهو اولا الرؤيه جميله جدا احلى يعني ان كانت الرؤيه بتاعت السفر اهم رؤيه لكن دي اجمل رؤيه. انا بحب عن نفسي الرؤيه الايمانيه جدا وان شاء الله ربنا يكتب لك زيارته ويكتب لنا احنا ويكتب لك ان شاء الله شوفة كويسة جدا. لكن هنا الرؤية تضاريسها كلها بتقول انك انت على خير. وبالمناسبة حكاية العسل اللي انت مخدتهوش العسل هو قراية القرآن. فعليك دايما بقراية القرآن لان انت مخدتهوش في الرؤية وقد يكون هو ينقصك. عليك الاجتهاد دايما. وانا قلت القراية مش ان احنا نقرأ القرآن. لازم نقرأ القرآن باللسان وبالبصيرة وباليقين وبالقلب ونتفكر ونتمعن. ولاني اقرا ايه واحده بتدبر وتمعن واعرف مداها او شيء منها اعرفه داخليا هيفتح علي ابواب كثيره من المعرفه ومن البصيره افضل من ان اقرا صفحات كثيره وانا ما فهمتش شيء وبعد ما اقفل القران ما استوعبش شيء منه. انتهى وقتنا. سعدت بكم. اتمنى ان يكون افدت وعذرا ايضا المتابعين على الفيس. ان شاء الله الحلقات الجايه هنخصص وقت محدد للرد عليهم. اسعد الله ايامكم وحقق بالخير احلامكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.